فإن ملاذي مستعان يحبني ويسقيني من كأس الوصال فأشرب. رأيناه من نور النبي المصطفى ولولاه ما تبنى ولا نتقرب. ذكاء منير قد أنار قلوبنا وله إلى يوم النشور معقب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. مشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه الكريم: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه نبوءة قرآنية عظيمة نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمن كانت حياتهم فيه تتنفس القرآن الكريم، وكانت قلوبهم متعلقة بكلام ربهم في كل شأن من شؤون حياتهم. وكان أمين الوحي جبريل عليه السلام يتنزل فيهم صباح مساء بآيات الذكر الحكيم، فتروي غليلهم وتحل مشاكلهم وتسمو بأرواحهم وتفصل في قضاياهم وتنير دربهم نحو العرفان الإلهي. وهكذا كانوا متعطشين لوحي السماء في كل لحظة، في كل لحظة من ليل أو نهار، وكان للقرآن الكريم بينهم مكانة عليا لا توازيها مكانة، تخضع له الرقاب وتذرف له الدموع وتنحني له الجباه طوعا ومحبة وانقيادة. فأنى لتلك القلوب أن تلتفت عن كتاب الله تعالى أو تعرف لهجرانه سبيلا، وما علاقة أولئك النفر الطاهر بقوم ذكرت الآية أنهم قد اتخذوا القرآن مهجورا، حتى رفع نبيهم شكواه منهم نحو السماء. والحق أن الآية الكريمة إنما تحمل نبأ مستقبليا عن قوم من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سوف يأتون من بعده في زمن من الأزمان فتعرض قلوبهم عن الوحي وتقل في نفوسهم سطوته وشوكته وسلطانه، فيتغنون بحروفه وكلماته وهم أبعد ما يكونون عن حقيقته حقائقه وأحكامه. ومنهم نفر يجعلون غير القرآن مقدما على القرآن بل حاكما عليه، ويفرقون بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جاعلين كلام الرسول فوق كلام الله والعياذ بالله، ومعتبرين أحاديثه النبوية الشريفة حاكمة على القرآن وقاضية عليه، لا شاهدا ومؤكدا لأحكام القرآن الكريم كما ينبغي أن تكون، وكأن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يمكن أن يقول شيئا يناقض كتاب الله تعالى أو يعارضه
أو يكملوا نقصاً قد توهموا في أحكامه، والعياذ بالله. وشاعت المقولة الشهيرة بأن السنة قاضية على القرآن، ووقع أصحاب هذا الفكر في نفس الهوة السحيقة التي وقع فيها اليهود من قبلهم، حيث جعلوا غير التوراة حاكما على التوراة، وهكذا تبعت أمتنا سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي مقابل هذا التعدي على مقام القرآن الكريم والحط من كونه ميزانا للحق والعدل المطلق، يزن ولا يوزن، ويحكم ولا يحكم عليه، ويهتدى به ولا يهتدى إليه، فقد ظهر انحراف آخر في الأمة الإسلامية، يتجه أصحابه هذه المرة نحو الغلو والإفراط، ويرفعون كلمة حق يراد بها الباطل قائلين: لا حكم إلا ما كان في القرآن، ولا حاجة لنا بالسنة النبوية ولا بالأحاديث الشريفة، وحسبنا كتاب الله تعالى. ما وجدنا فيه أخذناه، وما لم نجد فلن نجعل له أي اعتبار. هذه الطائفة التي تسمي نفسها بالقرآنيين قد غفلوا عن كل ما جاء به القرآن الكريم من وجوب اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووقعوا بسبب ذلك في إنكار عشرات القضايا الثابتة في الإسلام، وغاية دليلهم في ذلك أنها ما وردت في كتاب الله، ولو أنهم أمعنوا النظر لوجدوها ثابتة بين ثنايا آيات الكتاب العزيز. ولكن هل يهتدي لأسرار القرآن وأنواره من يتجاهل أمره وفارق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وبين هؤلاء وأولئك حارت الأمة في تحديد موقف السنة النبوية بالشكل الذي يحافظ على سمو القرآن وكونه حكما على ما سواه. ومن أجل بيان تلك القضية بشكل واضح ومفصل، فقد استعنا بالله تعالى لتكون محور حلقات هذا الشهر من برنامج تنوير القلوب، حيث نلتقي على مدار يومين لمناقشة هذه الانحرافات التي جنحت بكتاب الله تعالى، مر نحو الجفاء والتفريط حين جعلوا السنة بمفهومهم حاكما على القرآن، ومرة نحو الغلو والإفراط حين أنكروا السنة وطالبوا بشطب الأحاديث النبوية الشريفة وحرق كتبها مثل صحيحي البخاري ومسلم. وسوف ننهل خلال حلقات هذا الشهر من فيض كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يزيل تلك الأفكار الخاطئة، وننتقي سهاما مسددة من كلام الحكم العدل حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، لتنير الطريق لكلا الفريقين، وتعيد للقرآن الكريم مكانته اللائقة، وتبرأ إلى الله تعالى من تحريف الغلاة وتهاون المخطئين، وتبين لأمة الإسلام المنهج الوسط القويم للجماعة الإسلامية الأحمدية في توقير كتاب الله عز وجل واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. معي في الاستوديو الأستاذ شمس الدين المالباري، ومعي عبر الزوم الأستاذ الداعية الأحمدي
الأستاذ تميم أبو دقة والأستاذ الداعية الأحمدي من المغرب الأستاذ جمال غزول، فأهلا وسهلا ومرحبا بهم جميعا. الأستاذ شمس الدين، بداية ما تعريف السنة كما قدمه الأصوليون وماذا يشمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السنة، تعريف السنة كما جاء في كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، لغة السنة هي الطريقة والعادة، حسنة كانت أم سيئة تقال سنة، وهذا طبقا للآية القرآنية حيث قال الله سبحانه وتعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، سورة الإسراء. كذلك نرى أقوال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أيضا تذكر هذا المعنى للسنة، حيث جاء في الحديث قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذه الرواية موجودة في صحيح المسلم، وكذلك أحاديث أخرى كثيرة تتحدث هذا الموضوع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فهذه السنة. أما تعريف السنة اصطلاحا كما ذكره الإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، يقول: السنة اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الآن هذا التعريف مبدئيا إنه صحيح، نحن نقبل، ولكن هناك يوجد فرق بين السنة الفعلية والسنة القولية. طبعا نحن نقبل الأحاديث التي وردت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلتنا، وبعد أن تأكدنا صحة هذه الأحاديث وما دام لا تعارض القرآن الكريم هي مقبولة، ولكن رغم ذلك هناك فرق بين السنة الفعلية والقولية. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، والصحابة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قاموا بها، ثم وصلتنا متواترة بدون انقطاع، ونحن اليوم نرى هذه السنة كما هي اليوم حية وموجودة أمامنا كما كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فهذه السنة، يعني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر ثقة، أكثر متأكدة، وأيضا لا نرى كثيرا من الخلافات في الأمة بناء على هذه السنة الفعلية. أما هناك السنة القولية، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وصلتنا من خلال الرواة، روايات مختلفة، فهي كما قلت نحن نقبل، ولكن بشرط يجب أن نتأكد، يجب أن يكون ثبوت قطعي بلفظه وسياقه أيضا، وهذا الشيء ليس سهلا. مثلا هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث شيئا ووصلنا هذا القول من خلال الرواة، فممكن هناك اللفظ لم يصلنا كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن فيه نوع من الخلط من الراوي، أو ممكن فيه فهم الراوي، أو هناك وهم للراوي شيء، أو ممكن سياق رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث في سياق معين. مثلا ذات مرة سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة في وقتها. وفي سياق آخر سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن هذا الجواب كان حسب الظروف، حسب السياق، لذلك دون أن نطلع على السياق الصحيح لا نستطيع أن نجعله حكما على أي شيء آخر. لذا لابد من معاملة الحديث معاملة تناسب حالته،
مع الاحترام والتقدير لكل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأحاديث، وهذا ما فعل الصحابة أيضا في زمنهم. فإن شاء الله سوف نرى ماذا فعل الأمر الذي قام به مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية الإمام المهدي المسيح الموعود عليه السلام، الذي بعث حكما عدلا. هو فرق بين السنة القولية والسنة الفعلية لأنهما ليستا نفس الدرجة. فإن شاء الله سوف نتناول هذا الموضوع في التفاصيل القادمة إن شاء الله. نعم الأستاذ جمال غزول من المغرب، هل تعرضتم لمقولة إن السنة قاضية على القرآن، ومن أول من قال بها، وما مرادهم من العبارة؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يراد بمقولة السنة قاضية على الكتاب لدى القائلين بها أن الحديث حاكم على القرآن، فالسنة عندهم كما هو معروف هي الحديث في عمومه، ويرون أنها تتجاوز البيان والتفسير حتى الاستقلال والانفراد بالحكم الشرعي تحليلا أو تحريما، والزيادة على ما في القرآن من أحكام. والحقيقة أن هذه المقولة كانت محل استشكال عند بعض علماء السلف، بين مناصم لها وبين من يتحرج من تبنيها، حيث اعترض بعض السلف على هذه المقولة وما يبنى عليها لتجاوزها على مكانة القرآن الكريم، لما توهمه هذه العبارة، أي أن السنة حاكمة أو قاضي على القرآن، ما توهمه من الفضل والتقديم على كلام الله تبارك وتعالى في القرآن. وأورد هنا ما نقله الإمام الزركشي في كتابه المحيط في مسألة حاجة الكتاب إلى السنة، نقلا عن الأوزاعي يذكر: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال أبو عمر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب. وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب، فقال، أي الإمام أحمد: ما أجصر على هذا أن أقوله، ولكن أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. انتهى الاقتباس. فمن الأمثلة كذلك في زيادتها في الحكم على ما في القرآن، يذكر الإمام القرطبي المفسر في تفسيره عن السنة، يقول: وبيان آخر، وهو زيادة يعني على حكم الكتاب، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، والقضاء باليمين مع الشاهد وغير ذلك. إذن يقول بأن السنة لها يعني جانب آخر تتعلق بالزيادة على حكم القرآن، وهذا موجود في الجامع لأحكام القرآن، والمبين لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان للإمام القرطبي. وهذا يبين أن القرطبي وغيره من بعض أهل التفسير والفقه يرون أن السنة أو الحديث يستقل بأحكام التحريم ويزيد على ما في القرآن، ويتجاوز دورها في بيان ما جاء مجملا في الكتاب إلى الزيادة عليه. أما الشق الثاني من سؤالك أستاذ محمد، بارك الله فيك، يعني ما أصل هذه العبارة؟ هل وردت من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أثر الصحابة؟ أصل هذه العبارة كما ورد في كتب الأصول أنها من رواية مكحول الشامي ويحيى بن أبي كثير، حيث جاءت هذه الرواية يعني كما أوردها يعني الدارمي من حديث الأوزاعي كما هي. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيوفي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. إذن كما يتضح
من خلال مقولة السنة قاضي على الكتاب هذا الخلل المنهجي في تعريض القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى ومصدر التشريع الأول للتهميش في تأصيل الأحكام بزعم أن السنة أو الحديث مقدمة عليه وتزيد عليه في الاستقلال في تشريع الأحكام، أو أنها لا تقل منزلة عن أحكام القرآن أو ناسخة له كما هو عند بعض غلاة الحديث. أما في مكانتها بإزاء القرآن الكريم وتساويها معه في الدرجة فهم يستدلون يعني بشواهدهم أو ما يرونه دليلاً معتبراً في اعتقاد ذلك، مثلاً يستدلون بحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنأتي إلى بيان معناه، لكن هم يريدون أن يؤصلوا على أن السنة أو الحديث الصحيح عندهم وفق يعني ضوابط صحة الحديث عندهم أنه يتساوى في حجيته مع القرآن الكريم ندا للند، يقول أو يريدون هذا الحديث ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الحديث الذي أخرجه أبو داود عن المقدام ابن معيد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قرى. والحديث في سنن أبي داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة. وفي رواية أخرى لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمر مما أمرت به أو أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، وهذا في سنن أبي داود، مع أن كلا الحديثين يمكن أن يفهم منهما حجية السنة البيانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهميتها ولزومها في فهم مراد الله تبارك وتعالى المجمل لا غير، وليس في اعتبار السنة أو الأحاديث فوق القرآن درجة أو مساوية له والعياذ بالله. ولهذا نجد كلا الحديثين قد بوبهما أبو داود تحت عنوان باب في لزوم السنة، أي أن السنة واجب، اتباع السنة أي بيان رسول صلى الله عليه وسلم واجب، وهذا تأكيد على لزوم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك تفاصيل أحكام القرآن التشريعية عمليا. وفي هذا الباب يجدر أن أذكر ما بين به المسيح الموعود عليه السلام هذا الحديث الذي انطلق منه أهل الحديث فيما ذهبوا إليه. يذكر المسيح الموعود عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حديث رسول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فيستنبط منه يعني معرفة أصيلة في فهم مراده صلى الله عليه وسلم، وبين أن الحديث يثبت ما يصاحب وحي النبي المتلو لثلاثة أشياء هي المراد من قوله صلى الله عليه وسلم ومثله معه. ما هي هذه الأشياء الثلاث التي تصاحب وحي النبي؟ يذكر عليه السلام فيقول المكاشفات الصحيحة، أي التي تظهر الأخبار وبيانات الوحي بصورة الكشف كأنها تجعل الخبر كالمعاينة. ثانيا أو النوع الثاني الرؤى الصالحة، أي التي يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ترافق الوحي المتلو وهي بمنزلة الوحي للنبي، وهذا حتى باتفاق المحدثين أن رؤى الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. ثم النوع الثالث وهو وحي التفهيمات الإلهية، وهو وحي لطيف يرافق الوحي المتلو، وهو ما اصطلح عليه الأصوليون وأهل التصوف بالوحي الخفي حتى تنكشف على صاحبه بعض مجملات الوحي المتلو وإشارته. مبارك الله فيكم، جزاكم الله أحسن الجزاء. الأستاذ تميم، ما الإشكالات المبدئية المترتبة على تقديم الأحاديث على القرآن الكريم؟ ثم ننتقل إلى الضيف الأستاذ أحمد الرمح، تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نود أن نؤكد بأن السنة النبوية الشريفة هي في الواقع تتضمن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإشكال في هذه الأحاديث هو أن هذه الأحاديث لم تردنا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلط فيها خطأ الرواة وأفهامهم وأيضا خطأ الرواية، وإضافة إلى ذلك عزلت هذه الأحاديث عن سياقها. فنحن يعني يجب أن نفهم هذا الأمر كالتالي: فيما لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفرق بين أي شيء، يعني بين القرآن الكريم وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لا شك أنه القرآن المتلو الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أو قال أي شيء فلا يمكن أن نقول له أين ذلك في القرآن، أو يجب أن نرد ذلك إلى القرآن، أو يجب أن نقدم القرآن على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يناقض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. هو في الواقع كلامه توضيح وتفصيل لما أجمل في القرآن الكريم. وبالنسبة للسنة النبوية الشريفة هي في الواقع تطبيق ما أجمل في القرآن الكريم من أحكام. فلا شك أن السنة تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث الذي بين أيدينا الآن هو ليس القول الثابت القطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا هو بيت القصيد، فيجب أن ننتبه إلى هذا الأمر بشكل جيد. أما فيما يتعلق بمقولة أن السنة قاضية على القرآن، كما ذكر الإخوة هم يقصدون بها الحديث بحالته هذه، بحالته الظنية، يجعلونه مقدما على القرآن الكريم، ويصبح هذا القرآن الكريم يقف موقف المتهم أمام القاضي الذي هو الحديث، ويبدأ الحديث يقرر هذا الأمر كذا وهذا الأمر كذا، يعني وكأن في الأمر إهانة وإساءة للقرآن الكريم. الواقع أن الحديث هو كما أكدنا وسنؤكد، إنما إذا أردنا أن نفهم الصورة على شكلها الصحيح يقف موقف الشاهد المؤيد للقرآن والسنة. فيجب أن يفهم جليا بأن الحديث في حالته الحالية يشهد لما أجمل في القرآن الكريم، ويشهد لما ورد في السنة القطعية العملية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقضي على القرآن الكريم ولا على السنة النبوية الشريفة، والتي كما قلنا هي السنة العملية. فالإشكالية في القول بأن السنة، ويقصدون بها الحديث مرة أخرى، تعني أن هذا الحديث يقضي على القرآن، هذه إشكالية كبرى تجعل الظني مقدما على القطعي، وتجعل الأدنى مقدما على الأعلى. هنالك نكتة جميلة جدا وردت في القرآن الكريم، وقد ذكرها المسيح الموعود والإمام المهدي حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية. الله تبارك وتعالى يقول، ذكر هذا الأمر في ثلاث مواضع من القرآن الكريم: فبأي حديث بعده يؤمنون، ورد في سورة الأعراف وفي سورة المرسلات وفي سورة الجاثية، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني وكأنها موجهة إلى أهل الحديث الذين يجعلون الحديث مقدما على كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه نكتة جميلة جدا وردت في القرآن الكريم وأنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد، الحديث له مكانة مهمة جدا، وهي مكانة الشاهد، وهذا الحديث يقدم فقط للشهادة على القرآن والسنة، ولا يمكن أن يغير أو يبدل في القرآن والسنة، أو أن يقدم أحكاما تخالف أو تعاكس القرآن والسنة. طبعا ذكرتم أو طلبتم يعني بعض المعضلات، قلنا المعضلة الكبرى هي في مسألة تقديم الأدنى على الأعلى، ولكن أيضا هنالك أمور كبرى يقع فيها الفقه الإسلامي حاليا، مثل مسألة قتل المرتد على سبيل المثال. هذه القرآن الكريم ينص بشكل واضح وقطعي على أن الحرية الدينية مكفولة للجميع، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا، وقبل في صلح الحديبية
أن يرتد المسلمون ويعودوا إلى مكة. وورد أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقال أحدا بيعته عندما جاء وقال له أقلني بيعتي، فقال له المدينة كالكير ينصع طيبها ويذهب خبثها. النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه للسنة والقرآن الكريم يقول إن الحرية مكفولة ويستطيع الإنسان أن يؤمن وأن يكفر، ولكنهم جاءوا بحديث من بدل دينه فاقتلوه وقدموه على القرآن الكريم وشرعوا من خلاله حكما بل حدا، وسموه حد قتل المرتد، وبذلك أساءوا إساءة بالغة إلى القرآن الكريم وإلى الإسلام إجمالا. فهذا عبارة عن مثال وأهم الأمثلة، لعله أهم الأمثلة على أنهم يقدمون الحديث ويعتبرونه قاضيا على القرآن الكريم. الدكتور محمد أبو الفرج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل سمعت ما دار من محور في الرد على المقولة أن السنة قاضية على القرآن؟ نعم سمعت سيد. تفضل مداخلتك. الله يبارك فيك. أولا شكرا لاستضافتي، والحقيقة أشمخ بوجودي مع أساتذتي من العلماء والأدباء والمفكرين، ولا أعتبر نفسي إلا طالبا صغيرا لهؤلاء السلة من العلماء الكبار المجتهدين. سيدي الكريم، أولا يجب أن نقرر كما يعرف أساتذتي في هذا اللقاء أن القرآن كتاب هداية، نقطة انتهى. القرآن ليس كتاب فلكي وليس كتاب رياضيات وليس كتاب طب، القرآن كتاب هداية. ثم لتبسيط اللغة، حيث أن المشاهد يعني ليس من العلماء ولسنا في جامعة يعني نمنح درجة الدكتوراه، فنبسط لغة الحوار قليلا. ما هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلنسأل القرآن الكريم. يقول لنا القرآن الكريم بكل بساطة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم نحو القرآن هو التبيان، والتبيان هنا بمعنى أن القرآن أمر في الصلاة ولكن لم يفصل لنا الصلاة، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن أمرنا بالحج ولم يفصل لنا أركان الحج، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حج وقال خذوا عني مناسككم. نعم لا يمكن لي أن أفهم كمسلم وكباحث وكعربي بالمنطق بالعقل أن شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو إقراره أو أن هناك سنة مطهرة تقدم على القرآن الكريم. لا يمكن لي أن أفهم أن هناك شيء يمكن أن يكون طاغي على كتاب الله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا يمكن بالمطلق. نحن بكل بساطة نقول أن مصادر التشريع عندنا قرآن وسنة وإجماع أمة. بهذا الحد يتفق معنا الكثير من المذاهب وحتى الملل التي تخالف السنة. وبالنسبة لي السنة هي قولية وفعلية وإقرارية، ولا شك كما قيل في الحلقة أن القولية تقدم على الفعلية لأن بعض الفعل يعني يحمل على الخاص، والإقرار لا يقدم، ولو كان يقدم لقدمه ولما انتظر الصحابة أن يفعلوه فيقرهم عليه. نعم، ولكن أين الإشكالية؟
في تقديري. الإشكالية عندما نأتي بأحاديث في الأصل غير صحيحة أو ضعيفة. نحن نعلم أن القرآن كله قطعي الثبوت، ولكن ليس كله قطعي الدلالة، فبعضه قطعي الدلالة وبعضه ظني الدلالة. أما السنة فمنها ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، ومنها ما هو ظني الثبوت قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الثبوت ظني الدلالة. أما أن تأتي بآية من القرآن الكريم، وأنا أتحدى هنا تحدي علمي، أن يكون هناك في كتاب الله آية والقرآن كله قطعي الثبوت، وتكون قطعية الدلالة وتتعارض مع حديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا يمكن. لأن القرآن بكل بساطة وصلنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث الصحيح المتواتر وصلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نتحدث عن تعارض فإننا نتحدث عن فهم خاطئ أوصلنا إلى التعارض. أما أن يكون هناك تعارض فبالنسبة لي من الصعب أن أفهم هذه المعادلة الصعبة، والتي لا أعتقد أنها تليق حتى في البحث العلمي. وإذا ما عدنا يعني إلى الكثير مما قيل حول هذه المسألة من كتاب المشكل للآثار للشيخ الطحاوي رحمه الله، وحتى كتاب ابن تيمية المتعلق بدرء المنقول والمعقول، وابن كتيبة أيضا كتيبة، وكلهم جميعا تحدثوا في كتب كثيرة، ربما أقلها كان 10 مجلدات في أحد طبعاتها، أن للحديث مع القرآن ربما تصل إلى 100 وجه. فالإشكالية في رأيي هي بفهم الحديث أو بفهم مدلول الآية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أثبتنا من القرآن يحمل أمانة التبيين والتبيان، وهذه الأمانة لا شك أنه أداها بأمانة. قد تكون وصلت إلينا بأمانة، طيب إن شاء الله، وقد تكون لم تصل إلينا بأمانة. دكتور إن شاء الله ممكن تضيف هذه الأمور بعد أن نأخذ أيضا اتصالات ونأخذ المحور ونستمر في الموضوع. معنا الأخ من الكويت، الأخ منصور من الكويت، السلام عليكم. الأخ منصور العنزي من الكويت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود وعلى حضرة الله بنصره العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ الأمير أمير الجماعة الأستاذ محمد شريف، الأخ الفاضل شمس الدين، وأخي وأستاذي تميم أبو دقة، وضيوف أستاذ جمال من المغرب، وعلى ضيوف الكرام، أنا بس أود أن استفسار أن في أحكام في القرآن الكريم
ونجدها في أحكام تختلف هذه الأحكام عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ناقشت في الأمر هذا يقول أن كأن الله أعطى صلاحيات للرسول عليه الصلاة والسلام تختلف صلاحياته عن القرآن الكريم. فإذا في أفادة عن هذا الموضوع جزاكم الله خير. هذه مداخلتي ونشكركم مرة ثانية. جزاكم الله خير. شكرا. إن شاء الله يرد الإخوة بسياق البرنامج. إذن ما مكانة الحديث والسنة من القرآن الكريم التي يجب التأكيد عليها ردا على منهج أهل الحديث الأستاذ شمس الدين؟ نعم، كما تفضل الإخوة، مكانة الحديث والسنة. الحديث والسنة عبارة عن تفصيل والتفسير والشرح والتوضيح للقرآن، وهذا ما أكدنا الله سبحانه وتعالى بقوله أيضا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس ما نزل إليهم، ولم يقل ما لم ينزل، يعني أنه نزل إليهم والرسول صلى الله عليه وسلم يشرح لهم. هنا هذا لا يعني أبدا أن هناك نوع من التخصيص أو الزيادة أو النسخ في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كلام الله سبحانه وتعالى. نحن لا نقول هذا. الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة تطبيقية لأوامر الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم، وهناك لا نرى أي شيء نسخ أو زيادة أو تخصيص في الموضوع. الآن عندما يقول هذه المقولة معروفة السنة قاضية على القرآن، وهم ماذا يقولون؟ يقول هناك القاضي هو الذي يفصل بين الشيئين أو بين الفريقين، فواحد يأتي بقضية والثاني يأتي بقضية، القاضي يفصل يحكم عنه. أما القرآن يقول أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فيش إمكانية، لا يوجد إمكانية لواحد يفصل. يعني حسب هذه المقولة كما أستاذ تميم أيضا قال، هناك إهانة للقرآن. إما القرآن مشتكى، إما مشتكي أو مشتكى عليه، يعني إذا أمام القاضي. يعني لماذا هم ذكروا المفسر، استعملوا كلمة قاضي وعطى للحديث درجة؟ هم يقولون نحن نقول أن السنة قاضية، نحن لا نقول أنها مقدمة على القرآن. ويقولون هناك بعض الكلمات في القرآن لها أكثر من معنى. على سبيل المثال يقول هناك كلمة قرء أو قروء عند الكوفيين معنى حيض، أما عند أهل الحجاز يقول طهارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم. هكذا السنة صارت قاضية. ولكن السنة هناك لا إمكانية للفصل. الله سبحانه وتعالى نزل الأحكام مفصلا، هذا قول الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول السنة كيف كانت تقضي أو تحكم. هناك مثال، أذكر مثال، هذا المثال أيضا هم الذين يذكرون أكثر منا. عندما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالصحابة قالوا يا رسول الله أينا منا لا يظلم نفسه؟ يعني كل واحد خاف، يعني كل واحد عمل شيئا من الظلم، فكيف يمكن هذا؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الظلم يعني الشرك، ثم ذكر الآية إن الشرك لظلم عظيم. إذا انظروا، يعني حسب قولهم الصحابة هم مشتكي، وكتاب الله مشتكى عليه، والرسول يحكم بينهم، ولكن الرسول كيف حكم؟ لم يحكم من عنده، وجاء بدليل من القرآن الكريم وقال إن الشرك لظلم عظيم. فلذلك يعني هناك لا يوجد إمكانية أن تكون السنة قاضيا. حتى الصحابة أيضا فعلوا نفس الشيء. يعني ذكر أمام عائشة رضي الله عنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الميت يعذب بسبب بكاء أهله. فعائشة رضي الله عنها يقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا. ألا تقرؤون في القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى؟ إذن هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه عمل هذا الأسلوب، والصحابة من بعده مشوا على هذا الأسلوب. هم جعلوا القرآن قاضيا
على السنة وعلى الأحاد وعلى كل شيء. لذلك السنة يعني أو الحديث سنة أولا، السنة أقصد العملية الفعلية، التطبيق لما قال القرآن الكريم والشرح والتفسير، وليس أبدا لا نرى هناك أي شيء زيادة ولا نسخ أبدا في الموضوع. كذلك الحديث أيضا هي أيضا ليس هنا إلا إنه إلا تشريح أو توضيح أو تفسير القرآن الكريم، وأيضا شاهد على السنة وكلام الله سبحانه وتعالى. نعم أستاذ جمال، ما حاجة المسلمين إلى السنة النبوية في ضوء هدي القرآن الكريم، وما دليل حجيتها ودورها في فهم الأحكام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نقصد بالسنة هنا أفعال وأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي ترجمان لتفاصيل الأحكام الشرعية، ومثال ذلك كما هو معلوم ككيفية العبادات، حيث أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم بأسوته وقدوته العملية، ثم اقتدى به بعد ذلك الصحابة والتابعون سيرا على مثاله في سنن الهداية، حتى وصلتنا وفق ما نسميه بالتواتر المعنوي واللفظي كابرا عن كابر. والحقيقة أنه لا يمكن إدراك كيفية الصلوات التي جاءت في القرآن الكريم مجملة إلا من خلال الرجوع إلى السنة التطبيقية المبينة في مرآة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا تكمن الحاجة إلى السنة، إلى الاقتداء بما يعني قام به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بأسوته وبتطبيقه. أما من حيث يعني دليل حجية السنة النبوية فثابت في القرآن المجيد، وذلك في نصوص عدة، منها قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وفي قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وكذلك في قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله تبارك وتعالى في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كما توعد الله تبارك وتعالى مخالفي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه من سنن الهدى، فقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. أستاذ تميم، إذا كانت السنة النبوية تطبيق وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم في ما أجمل في القرآن ووحيا ثانيا، فهل يتطرق إليها الباطل؟ قطعا لا، لأن السنة النبوية لا يمكن أن تتناقض مع القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتصرفاته وفي صفاته هو في الواقع قرآن يمشي على الأرض، كما قالت السيدة عائشة: كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من المؤكد أن كل ما صدر منه حتى من أقوال هي في الواقع تفصيل لما أجمل في القرآن الكريم، وتتوافق مع القرآن الكريم بالكامل دون أدنى شك. ولكن يعني هنا أود قبل أن أجيب على هذا السؤال أن أوضح شيئا مهما متعلق بالطرفين أو أقصى الطرفين في هذه المسألة، وهم أهل الحديث وما يسمون أنفسهم بالقرآنيين. أهل الحديث يفترضون بأن هذا الحديث الذي بين أيدينا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يصنفونه بأنه صحيح، فالصحيح هو قطعي 100% عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويقطعون بأن فهمهم لهذه الأحاديث هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تناقض مع القرآن الكريم فعند ذلك يقولون بأن
هذا التناقض، هم طبعا لا يقولون حتما بأنه يمكن أن يناقض القرآن، ولكنهم يقولون بأننا سنترك القرآن وسنمسك بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال هذا الكلام حتما لا يمكن أن يخالف القرآن، ولكن الحديث هو الذي سنمسك به لأنه يفصل لنا هذه المسألة. وينسون المسألة الأساسية التقنية كما قلنا، هو أن الحديث الذي يصنف حديثا صحيحا على سبيل المثال عندهم هو في الواقع مسألة نسبية، يعني صحيح عند البعض وغير صحيح عند البعض الآخر. ومعنى أنه صحيح هو أن احتمال أن يكون قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ قريب جدا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال كبير، ولكن هذا لا يعني أنه أصبح مبرأا من خطأ الرواية ومن وهم الرواة وما إلى ذلك، وهذا لا يعني أنه أيضا منفصل عن مسألة السياق، لأن السياق والمناسبة هي التي يجب أن يتم مراعاتها بشدة في الحديث الشريف، بينما القرآن الكريم هو العام الذي العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بينما هم يعممون ما جاء في الحديث ويعتبرون ما جاء في القرآن الكريم يمكن التغاضي عنه إذا وجدنا أن الحديث يذكره مفصلاً في هذه المسألة، دون بلا شك طبعا دون أن يفترضوا بأنه يناقض القرآن، ولكنهم يقولون نحن لدينا الحديث وكفى، لأن الحديث يقضي، فعند ذلك انتهت هذه المسألة. أما بالنسبة للطرف الآخر، الطرف الآخر أيضا يفترضون بأن الحديث الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين يفترضون بأن الحديث الصحيح قطعا هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا غير صحيح، ولكنهم يرتكبون إساءة بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون بأن القرآن الكريم هو الأولى بالاتباع وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أحيانا لا يفهم مراد القرآن الكريم بصورة صحيحة، هو رسول يعني نقل الرسالة والعياذ بالله، وبما أنه قد نقل الرسالة فنحن تهمنا الرسالة لا يهمنا الرسول، ويعني يتشعبون ويسيئون أكثر، ويقولون أنه أحيانا يقول قولا يكون فيه بصفته نبي وأخرى بصفته رسولا وأخرى بصفته إنسانا، ويقفون موقف الآلهة ويقررون أن هذا سنأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نتركه. وفي كل حال هي دعوة أيضا مفتوحة لما أحد القرآنيين فليشارك معنا غدا ويدلي بدلوه ونناقش الموضوع. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليك أستاذ تميم ترد على السؤال، كونوا معنا. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إلي الخلق كالظمآن يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إلي كالزمر بالكيزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران إني أرى في وجهك المتهللي شأني شمائل الإنسان قد آثروك وفارقوا أحباب
وتباعدوا من حلقة الإخوان. لا شك أن محمداً خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي، أنا أحقر الغلمان. يا حب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني. جسمي يطير إليك من شوق على ليت كانت قوة الطيران. يا ليت كانت قوة الطيران. فإن ملاذي مستعان يحبني ويسقيني من كأس الوصال فأشرب. رأيناه من نور النبي المصطفى ولولاه ما تبنى ولا نتقرب. ذكاء منير قد أنار قلوبنا وله إلى يوم النشور معقب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في كل مكان. هي دعوة للجميع للمشاركة، فعلا نحن نتناول هذه القضايا المهمة الحساسة التي للأسف بسبب الأفهام الخاطئة جعلت الأمة في مشاكل عويصة لم تقم لها قائمة. فلهذا لابد من تصحيح المفاهيم الخاطئة حتى يحيا الإسلام من جديد كما أحياه محمد المصطفى، كما أحيا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الأمة العربية والإنسانية. الأستاذ تميم، أنا أوقفتك عند جوابك على السؤال إذا كانت السنة النبوية تطبيق وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أجمل في القرآن ووحيا ثانيا، فهل يتطرق إليها الباطل؟ أرجو الجواب.
بارك الله فيكم. لا شك لا يمكن أن يتطرق إليها الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق القرآن بتعليم إلهي خاص. يعني هنالك بعض التفاصيل التي لم ترد في القرآن الكريم، وإنما وردت في الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، علمها إما من خلال وحي غير قرآني أو من خلال تمثل حتى جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلمه أمرا أراده الله تبارك وتعالى. طبعا على سبيل المثال ورد في القرآن الكريم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تأمر بإقام الصلاة، ولكن هل ورد في القرآن الكريم مواقيت الصلاة وكيفية الصلاة وماذا يقرأ في الوقوع وماذا في السجود؟ لا يوجد أي من هذا، لا يوجد أي من هذا. الذي حدث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر من الله تبارك وتعالى بوحي من الله تبارك وتعالى، وعلمه الصحابة، وأخذ الصحابة يمارسون هذا الذي علموه، ونقل من جيل إلى جيل حتى وصل إلينا. فهذه سنة قطعية عملية لا يمكن أن يختلف فيها المسلمون. وهنا أود أن أقدم حديثا في الواقع يشهد لهذه السنة العملية، يعني يقوم بعملية الشهادة فقط لهذه السنة العملية. فمثلا جاء في حديث أورده الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حيث كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. نلاحظ هنا أن هذا الحديث قد ذكر مواقيت الصلاة، لكن لنفترض جدلا أننا عثرنا على حديث يعطينا مواقيت للصلاة مختلفة. مثلا لو ورد هنالك حديث يقول بأن صلاة الظهر إنما هي مثلا في وقت ما، مثلا وصلاة الظهر مثلا بين المغرب والعشاء على سبيل المثال، أو صلاة العشاء وقتها مثلا قبيل الفجر، أو يوجد صلاة سادسة أو صلاة سابعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يقبل بهذا الأمر أحد؟ هل يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بأنه قد علمها ولم يطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي علمه كل يوم ويعلمه للصحابة، ويقوم الصحابة بهذا العمل بشكل يومي، ثم ينقلونه إلى الذين بعدهم، ثم الذين بعدهم إلى الذين بعدهم؟ فالسنة قطعية كما قلنا، والحديث يشهد لها، ومكانتها هامة للغاية. هنا أود أن أذكر مرة أخرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنا أمامه فهو أيضا سنة واجبة اللزوم، ولكنه الحديث الذي بين أيدينا اليوم هو ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسمعه منه مباشرة، وإنما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالطه الوهم والخطأ والخروج من المناسبة. فلذلك يجب أن نرده إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية القطعية العملية، فإذا خالف فعند ذلك لا يمكن أن نقبل بأي حديث يمكن أن يعطينا حكما على سبيل المثال يقرر القرآن الكريم عكسه، أو أن يأتي حديث يقرر لنا عبادة أو حكما لم يقم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطبقها. فالحديث صحيح أنه يمكن أن يقدم لنا بعض التفاصيل فيما يتعلق بالأحكام،
ويعني في تطبيق الأحكام. يعني على سبيل المثال عندما ذكرت مسألة أنه لا يمكن أن تجمع المرأة مع عمتها وخالتها، فهذا كان حكما من النبي صلى الله عليه وسلم أنهن بمنزلة الأخت، ويطبق عليهن ما طبق على الأخت في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذا ليس حكما جديدا، ولكنه أيضا إذا ذكر في الحديث فيجب أن نأخذ به، كما نجد أن هذا الأمر أيضا طبق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فلم يردنا بأن أحدا قد جمع زوجته إلى عمتها أو إلى خالتها. نعم. فيعني هذه المسألة يجب أن تكون واضحة، وهي أن الحديث يشهد للقرآن والسنة، لا يمكن أن يخالف القرآن ولا يمكن أن يخالف السنة ولا يمكن أن يقبل. وهذا ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا يخالف القرآن أو يخالف عمله أي الذي هو السنة، وإنما بسبب أن مكانة الحديث التي بين أيدينا هي أنها ظنية وأن ثبوته ليس قطعيا وأنه خارج من المناسبة. فقط هنا أود أيضا أن أشكر الدكتور محمد صادق على كلماته الطيبة وعلى تواضعه الجم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به دائما على خير. نعم، الدكتور محمد أبو الفرج معنا، لكن قبل أن نأخذ الدكتور محمد معي الأستاذ فراس سكاري من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا. صوت واضح أخي محمد؟ أهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيكم. الحقيقة أنه الأخ في الاستوديو بارك الله فيه جزاك الله كل خير، يعني هو قال بمداخل السابقة له بقول يعني فصل بكل المسألة، وليت يعني جميع العلماء وليت جميع الضيوف حتى بالبرنامج حتى ممن ليسوا من الجماعة الإسلامية الأحمدية يعني يتفكروا بما قالوا الأخ عندما قال أن حديثا أو مقولة نسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أمام السيدة عائشة رضي الله عنها أن الميت يعذب ببكاء أهله، فلجأت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى القاضي. القاضي هنا عند السيدة عائشة ما هو؟ القرآن، اللي هو القرآن الكريم. فلجأت مباشرة إلى هذا القاضي وقالت ألم تقرأوا في القرآن الكريم لا تزر وازرة وزر أخرى؟ إذن هذه يعني عائشة أم المؤمنين اللي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالحميراء وقال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، جعلت من القرآن الكريم هو القاضي الفيصل الذي لجأت إليه لكي تقرر أن هذا القول منسوب للرسول أو غير منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فيعني العكس أخذ للأسف من قبل البعض. النقطة الثانية أخي محمد، يعني نلاحظ أن العلماء في كثير من المؤلفات اهتموا بشيء بالنسبة للقرآن الكريم أسموه أسباب النزول، وأحيانا قيدوا حتى الفهم القرآني للنص القرآني حسب ما أسموه بأسباب النزول. لا مشكلة عندنا بأسباب النزول، يعني ما في مشكلة، لكن المشكلة أنه حتى فهم النص القرآني قيدوه أحيانا بسبب نزوله مع مقولتهم أيضا بأنه والله عموم اللفظ بالنسبة للآية القرآنية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومع ذلك يعني غالوا في تقييد بعض النصوص القرآنية حسب ما أسموه أسباب النزول. الآن أنا يعني وجهة نظري ليتهم التفتوا إلى سياق أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الباب بما يوازي أسباب النزول، بحثهم بأسباب النزول، لأنه الأولى أن يبحث بسبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه المقولة أو تلك، لأنه أحيانا كثيرة يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام مخصوص بمناسبة معينة أو لشخص معين، مثلا غيروا أو بدلوا لون شعره وتجنبوا السواد، قيلت لأحد المسلمين تجنبوا السواد، ممكن أن تفهم أنه والله تجنب السواد لهذا الشخص لأنه لا يليق فيه، يعني هي مخصوصة بمناسبة أو شخص معين. المشكلة بيننا وبينهم أخي محمد هي بالفهم، يعني بالمحصلة هي بالفهم. هم جعلوا يعني وقفوا عند آية معينة
لم يستطيعوا أن يوفقوا بينها وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى العكس، يعني قاموا بتخصيص الآية أو فهمها في ضوء مقولة الرسول، وليتهم فعلوا العكس. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن يوضح، الآية القرآنية تقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وآية أخرى تقول ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، آية ثالثة تقول فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الآن في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، نسب للرسول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاتركوه فاقتلوه، الآن من بدل دينه فاقتلوه. حديث آخر للرسول عليه الصلاة والسلام لا يهدر دم امرئ مؤمن إلا لثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. لأن هذول النصين دون الخوض مثلا، ما بدنا ندخل بمتاهة السند وأنه يعني في بعض الرواة هذا، لكن ممكن أن تحل الإشكالية عندهم بأنهم يضعوا الدستور اللي هو القرآن الكريم، هو القاضي هو الحكم. هذا الدستور عندي يقول لا إكراه في الدين، يقول ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا الدستور أنا أفهم المقولة التي نسبت للرسول عليه الصلاة والسلام في ضوء هذا الدستور، بما لا يعارض هذا الدستور، بما لا يقيد النصوص اللي هو عموم اللفظ. هم فعلوا العكس، فعلوا العكس للأسف، جاءوا على مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام وفهموها وقيدوا بها عموم لفظ القرآن الكريم، وهون وقعوا في الإشكال. وهناك يعني من غالى بهذا الأمر بأنه يعني نسخ آيات معينة، آيات كاملة يعني من القرآن الكريم بمقولة منسوبة للرسول عليه الصلاة والسلام، للأسف الشديد. نعم، جزاكم الله أحسن جزاء على هذه المداخلة القيمة، يا ليت قومي يعلمون. نرجع للدكتور محمد أبو الفرج صادق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أجمل هالابتسامة دكتور. الله يبارك فيك. الله يسعدك. الله يكرمك سيدي. تفضل سيدي. لكي يعني نطفي على هذا الحوار شيء من المداعبة، أحد الرؤساء العرب قنع أحد رؤساء إفريقيا بدخول الإسلام، فطلب منه، قال له أنت أقلف غير مختون، بدنا نطهرك. قال له لا إلا هي. قال له وفي مجال لازم نطهرك. قال له لا ما بتطهر، خلاص بطلت أدخل الإسلام. قال له منقطع راسك. قال له عجيب أيها الإسلام، يعني إن دخلنا وكتقطع وهي الشقفة والخرج وكتقطع راسك. سيدي الكريم، أولا أنا أقول بالنسبة للمرتد، المرتد الذي يقتل هو المرتد المحارب. جميل. ولكن الأصل لا أكره في الدين، هذا واحد. جميل. ثم قضية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال أساتذتي من قبلي وفضيلة الشيخ تميم، القضية يجب أن تحصر، يجب أن نؤصل الحوار. نحن نتكلم عن حديث صحيح متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعارض في شكله، وحتما ليس في مضمونه وليس في فهم الحقيقة، إنما في أفهامنا نحن، تعارض مع نص بالقرآن الكريم، والقرآن كله قطعي الثبوت كما قلنا، ولكن قد يكون ضمني الدلالة وقد يكون قطعي الدلالة. أنا أقول هنا يجب أن نعود إلى العلماء لنبحث عن وجه من 100 وجه، وقد يكون الحديث مقيد لمطلق في القرآن أو مبين أو شارع، فإن وافق وهذا به الأصل. يعني أنا أقول يعني أتمنى أن ينقل عني حرفية ما أقول، لا بد أن تتوافق مجموع السنة مع مجمل القرآن، هذا أمر يعني لا أعتقد يقول به بغيره عالم يعني يعلم الناس الدين. لا بد يعني مجمل السنة من قولية وفعلية وإقرارية، وحتى من
بعض الصفات للرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتوافق مع مجمل القرآن، هذا شيء يعني حتمي. ولكن حتى إذا نظرنا إلى ردود رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة القولية، كما تفضل يعني فضيلة الشيخ وغيره من يعني اختلاف حال السائل وليس المسؤول، فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة قال متى الساعة؟ قال وما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطولون في البنيان إلى آخره. قال أخبرني عن أمارتها فأجابه. ولكن من السائل هنا؟ السائل هذا الرجل الذي شديد سواد الشعر، شديد بياض الثوب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منه أحد، وهو جبريل عليه السلام كما صح في الحديث عن سيدنا عمر. هذا حال السائل. سئل أيضا من من صحابي آخر قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة، إنما حب الله ورسوله. قال يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. وسئل مرة ثالثة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما ضيع؟ قال إذا أسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا التوجيه النبوي الشريف أما أن يكون فتوى، وأما أن يكون تقوى، وأما أن يكون في سياق الورع. فعندما نأتي نحن بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن نتحدث هنا عن حديث متواتر صحيح. هذا الحديث المتواتر الصحيح إذا كان قطعي الدلالة ووجدنا في أفهامنا نحن، وأكرر في أفهامنا نحن كمتلقين أو علماء باحثين أو مسلمين أو مؤمنين على يعني كل درجاتنا، ما يتناقض مع آية في كتاب الله، نقول يجب أن نعود إلى العلماء لنبحث، لأن هناك ربما أكثر من 100 وجه يتوافق فيه لنفهم هذا التناقض في أفهامنا نحن. جميل، بارك الله فيك. وأذن بكلمة واحدة وأتحدى، لا يمكن أن يكون هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح يتناقض مع القرآن الكريم. جزاكم الله أحسن الجزاء. إذن ما دور السنة إذن، وما الفرق بينها وبين الأحاديث في هدي الحكم العادل المسيح الموعود عليه السلام؟ نعم، يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، أو نأخذ الموضوع الأول، إذا ما مكانة الحديث والسنة من القرآن الكريم التي يجب التأكيد عليها ردا على منهج أهل الحديث؟ نعم، مقتبس قصير يوضح هذا الموضوع. يقول والسنة توضح لنا مشيئة القرآن، والمراد من السنة الطريق الذي سير عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عمليا، وليست السنة اسم تلك الأقوال التي دونت في الكتب بعد نحو 150 عاما، إنما تسمى تلك الأقوال حديثا. أما السنة فهي اسم للأسوة الحسنة التي لم تزل مضطردة متواترة عبر أعمال صلحاء المسلمين منذ بدأ الإسلام، ودرب آلاف المسلمين عليها. إذن السنة في تعريف عادة المسيح الموعود عليه السلام وموضحة، يعني بيان لنا مشيئة القرآن ومراد الله سبحانه وتعالى. يعني عندما نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يقول مثلا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، معنى عندما يقول أصوم أنا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم تتحقق مشيئة الله تعالى بالصيام، وعن طريق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق مشيئة الله تعالى في الصلاة، كذلك في كل عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم تتحقق مشيئة الله تعالى أو مشيئة القرآن ومراد الله سبحانه وتعالى. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام إن السنة لم ترشد إلا إلى طريق واحد، ولكن اختلاف الروايات أدى فيما بعد
إلى تشعب هذا الطريق الواحد، كما أن عدم فهم بعض الأحاديث قد أهلك الكثيرين. لقد هلك الشيعة أيضا لسبب نفسه، فلو أنهم اتخذوا القرآن حكما لهم لوهبتهم سورة النور وحدها نورا، ولكن الأحاديث أهلكتهم. وكذلك هلك في زمن المسيح عيسى عليه السلام أولئك اليهود الذين كانوا يسمون أهل الحديث. يعني هنا يقول المسيح الموعود عليه السلام عن التشعب، إن السنة التي هي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنها أن تكون سببا في التشعب الحاصل بين مدارس الفقه كما هو حصل، بل السنة كانت وما زالت عامل وحدة، لأنها أرشدت إلى سبيل واحد وهو البيان. أما الروايات المختلفة فليست على هذا الحال، لأنها كانت سببا في التشعب والتفرق، وهذا الذي يحدث اليوم أيضا عندما نحن نقرأ الأحاديث المتواترة بكثرة عن نزول المسيح. فهذا الحديث كيف نقبل؟ عندما نرجع إلى القرآن الكريم ونجعل القرآن حكما، فنرى أن المسيح عيسى عليه السلام الذي بعث إلى بني إسرائيل قبل 2000 سنة هو توفي، فلذلك لا والقرآن أيضا يقول المتوفى لا يرجع مرة أخرى إلى الدنيا. فالحديث عن نزول المسيح هنا نستطيع أن نفهم من خلال القرآن الكريم هذا له تعبير آخر، هذا ليس حرفيا، يعني لا ننكر نترك الأحاديث الصحيحة، ولكن القرآن عندما نجعل القرآن حكما فنستطيع الله يوفقنا لأن نجعل التوفيق بين الكلام الله وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. كيف رد حضرة المسيح الموعود عليه السلام على مقولة تقديم السنة على القرآن الأستاذ جمال؟ نعم، يقول حضرته عليه السلام، يقول: ولا شك أن للأحاديث شأنا عظيما، وهي حاملة لتواريخ الإسلام ولأكثر مسائل الدين وجزئياته، ونعظمها ونعزها ونقبلها بالرأس والعين، ولكن لا نقدمها على كتاب الله الإمام المهيمن. وإذا تخالف الحديث والفرقان في أمر من القصص فنشهد الثقلين أن مع الفرقان ولا نبالي طعن الطاعنين، ونعلم أن الخير كله والسلامة في جعل القرآن معيارا لمثل هذه الأخبار. فالقانون الصحيح العاصم من الخطأ أن نعرض كل قصة على القرآن، فإن كان ذكرها في القرآن أو ذكر أمر يشاكلها ويشابهها فيقبل ويؤمن به ويعتقد عليه. انتهى كلامها عليه السلام. نحن هنا يجب أن نؤكد على أننا يعني مضطرون لمعاملة الحديث بدرجة أدنى بسبب عدم ثبوته اقتطاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني لا خلاف عليه بين أهل الحديث أو عند عموم الفقهاء إجمالا، لأن الحديث هو في مرتبة الظني، هو ظني الثبوت وليس قطعي الثبوت. ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وأكدنا أنه يستحيل أن يخالف القرآن، ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانين اليوم فإننا نأخذ حديثه دون رده للقرآن، لأنه لا يمكن أن يتطرق الشك في التلقي عنه صلى الله عليه وسلم وبين ظهرانين، كما لم يتطرق الشك إلى الصحابة رضي الله عنهم في تلقيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين ظهرانيهم. إذن كما قلنا الأحاديث نقلت إلينا وهي في مقام الظني، ظني الثبوت، واخترط بها خطأ الرواية وخطأ الفهم والوهم والإدراج بل والوضع، لذلك نردها للقرآن. ولهذا السبب كان حضرة المسيح الموعود عليه السلام يعني في رده على أهل الحديث يعني رفض يعني هذه المعايير عندهم في قبول الرواية من حيث ضابط السند وغير ذلك مما أخذوا به في شروط قبول الحديث، وبين لهم عليه السلام مذهبه القويم بالقول: ليس مذهبنا قط
أن نضع الحديث من حيث الرواية أيضا في المرتبة اليقينية نفسها التي نعتقدها للقرآن الكريم، وإن غاية ما تفيده الأحاديث هو الظن، يعني الظن في نسبتها أو في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل وما دامت تفيد الظن فأن لها أن ننزلها من الرواية أيضا منزلة القرآن الكريم، حتى لو كان الحديث في الصحيحين وخالف منطوق القرآن فليس واجبا أن يقدم عليه. لذلك أستاذ محمد، على أساس هذا الاعتبار قسم المسيح الموعود عليه السلام الحديث إلى فئتين، وهذه مسألة أساسية جدا يجب أن ينظر إليها فقهاء علم الأصول. القسم الأول وهو السنن التي تذكر لنا وصفا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نقلت بتواتر العمل، وهذه الأحاديث من هذا النوع يعني لا حاجة لردها إلى القرآن لأنها في الواقع نابعة منه صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن العملي، وقرآنا يمشي على قدمين كما هو مأثور، فهي من القرآن. وإن لم يتمكن يعني الذي ينظر في الحديث من العثور على أصله في القرآن الكريم. النوع الثاني فهي الأحاديث المتعلقة بالأخبار والأنباء، وليس السنن العملية المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، حيث بين عليه السلام أن هذه الأحاديث المتعلقة بالأخبار والأنباء هي التي ينبغي أن يطلق عليها الأحاديث، وهي التي يجب أن ترد إلى القرآن، إذ الأخبار التي تعارض القرآن الكريم صراحة لا تقبل. ثم يذكر عليه السلام في موضع آخر يقول: فكيف نترك القرآن وشهادته؟ وأي شهادة أكبر من شهادة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هل تريد أصلحك الله دليلا أوضح من هذا؟ يقول عليه السلام: فالأنسب والأولى أن يعرض غير القرآن على القرآن، ولو كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كشف ولي أو إلهام قطب، فإن القرآن كتاب قد كفل الله صحته وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لا يتغير بتغيرات الأزمنة ومرور القرون الكثيرة، ولا ينقص منه حرف ولا تزيد عليه نقطة، ولا تسمه أيدي المخلوق ولا يخالطه قول الأدميين. ورد حضرته على منهج أهل الحديث أو غلاة أهل الحديث في تعريفهم بالسنة، مستدلا عليه السلام بقول الله تبارك وتعالى كما ذكر أخي الأستاذ تميم، قال الله عز وجل: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وقال عليه السلام: إذا كان ذلك الحديث المبني على القول أو الفعل أو التقرير يعارض آية من آيات القرآن الصريحة والبينة، فإن لم يكن معارضا فسنقبله على الرأس والعين، ولكن إذا كان معارضا في الظاهر فسنحاول قدر المستطاع لتوفيقه، وإن تعذر ذلك أي التوفيق بين الرواية أو الحديث وبين القرآن، وإن تعذر ذلك مع الجهود المضنية ووجدناه معارضا للقرآن الكريم بصراحة تامة، فلسوف نرد ذلك الحديث متأسفين، لأن مكانة الحديث يعني الذي هو ظني الثبوت لا تبلغ مكانة القرآن الكريم. القرآن وحي متلو وقد اهتم بجمعه وحفظه اهتماما بالغا، بحيث لا مجال للمقارنة بينه وبين الاهتمام بحفظ الأحاديث، لأن غاية ما تفيده الأحاديث كما يقول عليه السلام هو الظن، ويؤدي إلى نتيجة ظنية. وإن كان هناك حديث يعني يحظى بمرتبة التواتر فإنه مع ذلك يعني حتى لو كان صحيحا وموافقا للقرآن، ومع ذلك لا يساوي تواتر القرآن قط كما ذكر عليه السلام. جزاكم الله خير. نعم، جزاكم الله أحسن الجزاء. وصلنا مشاهدينا الأكارم إلى نهاية هذه الحلقة، إن شاء الله نكون معكم غدا في نفس التوقيت الساعة 9:30 9:35 بالتحديد بتوقيت القدس الشريف. أرجو من الجميع الاهتمام بمتابعة هذه الحلقات المهمة جدا، والدعوة كما ذكرت لجميع الإخوة المشايخ والعلماء من جميع الفرق الإسلامية ومن جميع التيارات، فمنبر مفتوح لكم جميعا حتى نتباحث ونصل إلى النتيجة التي تعطي المقام العظيم للقرآن وكذلك للسنة النبوية العطرة، ونصحح المفاهيم الخاطئة التي استنبطها بعض العلماء
من أحاديث لم يفهموها بشكل صحيح فأساءوا للدين. فنرجو منكم جميعا أن تكونوا معنا غدا، وجزاكم الله أحسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن ملاذي المستعان يحبني ويسقيني من كأس الوصال فأشرب، رأيناه من نور النبي المصطفى، ولولاه ما تبنى ولا نتقرب. ذكاء منير قد أنار قلوبنا، وله إلى يوم النشور معقبون.